شباب خلينا نبدا واحد وليد سير نقاش شوفي اساتذتنا راه عندي استدعاء من الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه، ما خصناش نتعطلوا، المرجو من هذا اللي حط هذا الميكروفون يحيدو باش ما نعطلو حتى شي واحد. السيد راه حر ولا شفتي الله يخليكم على الاساتذه. انت شوف حيدو وصور. أقول لهم شوف تيفي لعبتوني شوف شوف الإدارة ديالك وقول لهم وقيف علاش ما تحيدوش هما انا ارفض، انا من حقي وعندي السياده على راسي انني ما نعطيش تصريح
لواحد القناه ديال الندائر. ما تعطيهاش الميكروفون. هذا الميكروفون غادي تحيد دابا. ديال من هذا الميكروفون؟ ما كتهوش. ديال حيدو. هضر كثيرة. هذا الميكروفون سميتو ابو وائل. مكتوب فيه شفتي فيه. حيد عليا. لا ما فيش. جاوب الله يحفظك. انا ماشي مشكل.